لك انت. السلام عليكم شباب. شباب، هاي مول الأكسجين اللي فيه مرض رئة، طبعا هي فيها أطلتها مصلحة. هلا شو بدنا نفحص؟ هاي المولدة عم تخرج أكسجين ولا لا؟ طبعا الموضوع هو في فلاتر هون، تمام، يفوت الهواء العادي على الفلاتر، مرة على هاد مرة على هاد بالتناوب، ينتج عندنا أكسجين. طبعا الفلاتر هذول فيهم مواد ومثل الرمل وهيك وحويبات والذي منه، فتتفلتر الهواء، تروح الشواب، يطلع أكسجين. هلأ من هون رح يطلع لنا الأكسجين. شلون بدنا نعرف هي المولدة عم تولد أكسجين؟ هي عن طريق النار. يعني شوفوا هلأ، شايفين شباب شلون النار ما عم تطفي، لأنه هذا الأكسجين، تمام، صار لون النار شو أزرق، تمام. بينما إذا نفخنا عليها نفخة بسيطة طفت، طفت، شايفين. بينما على الأكسجين مش قد ما عم يجي هواء ما عم تطفي. أخوكم أبو وسام.